حلو. الايميل عايزين نخليه يدخل الايميل بتاعه. الايميل من الحاجات المهمه قوي، عايز احطه قبل النيم. كل الناس بتكتب النيم كوكواوا وميري ومومو واي حاجه، ما حدش وكل اسماء غلط. انا يهمني الايميل، اقول له انسيرت رو اباف، يعني ايه فوق اللي انا معلم عليه، بيلو تحتيه خلاص. فانا اقول له ايه اباف، اعمل لي واحد فاضي اهو. هم واخد ايه من ده كوبي بيست، قلت له ده ايه ايميل. احنا على فكره كده بدانا نسرح، ماشي. واحط هنا ايه ده، صباح النوم اللي جابها كده، ونحط التكست بوكس هيدخل فيه ايميل، سميته تي اكس تي ايميل. قبل ما اخش في الايميل ومشاكلها، تعال على الباسورد، عايزين نقارن ده بده، صح؟ عايزين نقارن ده بده، ولازم الاثنين يكونوا زي بعض، ولازم يكون دخل باسورد، ولازم يكون دخل كونفيرم باسورد، صح ولا لا؟ حد معترض على دي؟ طيب قوم قافل الستاندرد كنترولز واروح على الفاليديشن. كومبير اكيد ده بيقارن. الاول احط ريكوايرد على الاخ باسورد واقول له باسورد از ريكوايرد. كنترول تو فاليديت اللي هو تي اكس تي باس. خلاص انتهت، صح؟ رجع على ايه؟ على الكونفيرم باس. ما الكونفيرم باس اجباري برضو، صح؟ حد بيرد عليا، هو اجباري برضو. اقول له ايه؟ كونفيرم باسورد بليز. كنترول تو فاليديت، ها قول تي اكس تي ريباس. الايميل ريكوايرد ده بيتاكد ان دخلت باسورد هنا، دخلت باسورد هنا، لكن ما بيتاكدش اتنين زي بعض. لسه دي قصه ثانيه. انا بحط الباقي دوت ايه الريكوايرد عندي. اسالك سؤال، هو الكونفيرم باسورد هيتحط، قصدي الكومبير هيتحط على الكونفيرم ولا يتحط على الـ على الـ على الباسورد؟ لو حطيته على الباسورد هيكونفيرم على حاجه لسه الراجل ما كتبهاش، هيطلع له ايرور من غير ما قبل ما يكتب. يعني اول ما يكتب الباسورد يقول له مش زي اللي تحت، مش زي اللي تحت، مش زي اللي تحت، هو لسه كاتب اللي تحت. حط على الكونفيرم واقول له امسك الكونفيرم قارنها بمين؟ باللي فوق. لكن من قبل ما اول ما يكتب يقول له مش زي اللي تحت. ماشي، ما هو لو ما دخلش حاجه يبقى اكيد مش هيبقى زي اللي فوق، هيطلع على الباسورد. يبقى هيستنى لما يدوس على الزرار فيطلع له الايرور يا راجل. وصلت؟ خلاص. فانا اقول له ايه؟ ايميل از ريكوايرد، خلاص كده؟ واقول له هنا الكنترول تو فاليديت اللي هو مين؟ فهمت انا اقصد ايه؟ يعني لو انا عملت زي ما انت قلت لي كده، يبقى الايرور مش هيطلع له غير لما يدوس على الزرار فيقول له لا خد بالك ان البتاع ده بايظ. لكن انا بقول له لا. او ما محطش على طول، خلاص؟ او ما كده مش موجوده. هتعمل نفس القصه، ما علينا. حسبتها بمخ دلوقتي هي هي يعني. نفس الحزب، ماشي خلاص. طيب ايميل از ريكوايرد، النيم ريكوايرد، ده كل الراجل لازم يعني لازم ندخل البيانات كلها كامله مستكمله. نيم از ريكوايرد، يقلب بكلاب ليه؟ مش كنترول تو فاليديت اللي هو ايه تي اكس تي. طيب تي اكس تي نيم، خلاص. طيب خلاص كده كله تمام، اللي موجود على الشيل الوقت حتى الوقت حتى الان تمام. انا عايز بقى ايه؟ كومبير يتحط على مين؟ على الكونفيرم. يتحط على مين؟ على الكونفيرم. ايرور مسج اللي هتطلع لو الكونفيرم مش زي الباسورد، هقول له ايه؟ كونفيرم باسورد and الباسورد نوت ماتش.
الباسورد والكونفير باسورد مش زي بعض. دي رساله تطلع انا غلطان يعني. فتقلش بقى باسورد بقى تقول باسوردز نوت ماتش، باسوردات مش زي بعضها. شكرا للحاسب. طيب بس انا ما قلتلوش لازم اقول كنترول تو فاليديت العنصر اتحقق منه. الكنترول تو فاليديت مين هو؟ حدش بيرد. الريباس تيكستي ريباس. طيب خاصيه جديده بقى. طيب انا قلت له انت هتتحقق من العنصر ده. طب ده كومبير بيقارن عنصر بايه؟ يبقى عايز اقول له بقى والكنترول اللي هقارن بيه هو فلان صح. فلاقي نقطه خاصيه اسمها كنترول تو كومبير. الكنترول اللي هقارن بيه كنترول اللي هقارن ايه؟ كنترول تو كومبير. هقول له كنترول تو كومبير هو مين؟ هو تيكستي باس. هياخد ده يقارنه بده. طب يقارنه عايزهم زي بعض ولا مش زي بعض؟ ولا ده اكبر من ده ولا ده اصغر من ده؟ عايزهم ايه؟ هتلاقي ايه حاجه اسمها الاوبريتور. حاجه اسمها الايه؟ باي ديفولت هو ايه؟ ايكوال. يعني لازم ده يكون زي ايه؟ يكون ده زي ده. لكن احنا عندنا ان هو ايكوال ده زي ده، نوت ايكوال ده مش زي ده، جريتر ذان ده اكبر من ده. هو مين ده اللي اكبر من ده؟ الكونفيرم باسورد اكبر من الايه؟ من الباسورد. لان انا عايل ان هو بيقارن الكونفيرم بيه الباسورد صح. يبقى لازم الكونفيرم يكون اكبر من الايه؟ من الباسورد. جريتر ذان اور ايكوال اكبر منه او يساويه، للذان اصغر منه، للذان اور ايكوال اصغر منه او يساويه. ايه بقى ده بقى؟ داتا تايب تشيك. داتا تايب تشيك دي دي قصه ثانيه خالص. دي لو اخترتها هتعمل لي حاجه ثانيه خالص، قصه ثانيه خالص. فسيبك من دلوقتي ايه دي قصه ثانيه خالص. انا هقول له ايه؟ ايكوال لازم تكون الاثنين بيساوي بعض. كمان كنا بنقول كده تكست مود الناس الصح دي ناس النعسانه. ونعمل ريفريش. كلام جميل. ايه بقى؟ احنا اهم حاجه عندنا قلت اكس اكس ومشيت، اتش اتش ومشيت، قال لي باسوردز نوت ماتش مش زي بعض خلاص. طيب اكس اكس ومشيت قبلها. طبعا ده ناهيك طبعا ان ده 3 وده 2 ده غباء، ده حاجه ثانيه خالص صح. لكن طبعا ايه هو خلاص بقى بيتحقق ان الاثنين شبه بعض. ده الكومبير، ده الكومبير. لسه الكومبير عايز اعرف فيه حاجه مهمه ثانيه مهمه جدا. قبل الكانتري احنا قاعدين نجرب بقى. قلت له اعمل لي كمان رو تحتي. قلت له دخل لي تاريخ ميلادك بيرث ديت، بس مش اجباري ده. عايز ادخله دخله، مش عايز ادخله ما ادخلوش. قمت قال ايه ده هيتحط جوه مين؟ قلت له جوه تكست او تكست بوكس. خلاص بقى الاسماء بتخش ببعض ماشي. اسميه ايه؟ قلت له اسميه تي اكس تي بي ديت. حلو كده بي ديت حلو. عايز اقول له ايه بقى هنا؟ لازم ادخل تاريخ صح، تاريخ ميلاد متنسخ صح، مش اي عك، ما عديش اي حاجه. برضه بتعمل بالكومبير، برضه بتعمل بالايه؟ بالكومبير. او منزل كومبير فاليديتور اقول له كنترول تو فاليديت. اقول له هو مين؟ تي اكس تي بي ديت. ما اقولش كنترول تو كومبير، ما عنديش عنصر ثاني اقارن بيه. لا امال يبقى اروح على الاوبريتور بقى واقول له انا هشتغل على داتا تايب تشيك. تشيك يعني اتاكد او افحص او مش عارف ايه، هتاكد من نوع البيانات معين. تو داتا تايب تشيك انا عايزك تتاكد من نوع بيانات. قال لي طب نوع بيانات اللي هو ايه بقى؟ او الاقي نوت عندي حاجه خاصيه اسمها تايب. الاقي عندي بقى الانواع اللي موجوده عندي، اتحقق ان ده سترنج وده الديفولت. اصلا ما تتحققش يا اخويا لو انت عايز سترنج. بس السترنج دي معناها ايه؟ سترنج اي حاجه على الكيبورد. لا مش نص، هو النص دي كلمه الدرجه بس. هو المقصود بقى عندنا اي شيء على الكيبورد، اي حروف، اي ارقام، اي رموز ومسافات بقى واي حاجه، دي معنى سترنج خلاص. طيب انتجر رقم صحيح،
ما يدخلش كسر ولا يدخلش مش عارف ايه وكده. دبل ارقام فيها كسور. ديت اتحكم ان تشفت التاريخ صح. كرنسي عمله بقى عشان لو حط علامه الدولار ساين مش عارف ايه تتقبل يعني. خلاص عملته نوعه ايه؟ ديت. الايرور مسج اللي هتطلع اقول له ايه؟ invalid date يعني تاريخ خاطئ. اوكي هو كده بيتحكم ان كده ممكن اي شكل تاريخ سليم يقبله. انت مالك انت طول بسال قول يا عم. سيبه يعبر عن نفسه. قول صبرا بقى صبرا بقى صبرا عليا. انا بوريك دلوقتي امكانيات الكومبين. خلاص في امكانيات في حاجات تانية هوريها لكم لسه واحده واحده. ايه نادي خلاص الايه التاريخ الميلاد. طب انا دوست كده ريجستر ايه ده؟ ده ما قاليش التاريخ الميلاد ما قاليش طلع لي كله. اه هو مش ريكواير. اوعى تفتكر ان انا حطيت له بقى ده هو كومبير. لو دخلت فيه حاجه هيقول لك دخل حاجه صعبه. ما دخلتش انت مش عامل عليه ان هو ريكواير يفصل. خلاص ما دخلتش كله ببعض. قلت له ماشي احمد. قال لي لا ده تاريخ برضه تقابل بيه ده. قلت له طب ماشي 60/6/2006 20/6/2006 ما قبلش. ليه؟ تاريخ سليم ده. قالك لا هو بياخد يوم شهر سنة زي بقية البنادمين إلا مصر. خلاص أمشي كده؟ أه قبل بقى كده شهر يوم سنة اللي هو 26 مش عارف كام. طب تعالى كده معايا كده على شهر 6 قلت له 30/6 مش مشكلة. طب 31/6 إيه اللي أنا عملته ده؟ 31/6 لا مش حاجه اسمها 31/6 شهر 6 31 اه. طب تعالى كده بقى ايه عارفين بقى شهر 2 ده عامل مشكله للناس كلها صح؟ 2 30 يعني 30/2/2004 طبعا مش هيقبل. مش حاجه اسمها 30 اصلا. 29/2004 عداها دي سنه كبيسه. 2005 يمشي قال لك لا 2005 ما يجيش. ايه كل الكلام دوت بيتم وانت انت ولا انت جداد ورا. هم مظبطين الحاجات دي اوتوماتيك ان ترمي جافا سكريبت اللي تتحقق بالكلام ده وتقيس السنه يا جاب بسيطه ولا مش عارف ايه وتقيس وتنقص وعاد زغرتش بقى. خلاص كده فيها مشكله. جميل اقلب ده مين اه صبر هو ديت تايم بيكر اللي هنا مع وحش قوي. ما ايش بس بقى حاجه ثانيه الصبر الواحده هطير في كل مره واحده. لسه ما شرحتش الكنترول الاساسيه. اخش على الكنترول اقول لي الكنترول دماغي عجبتني عايزين نجيب كنترول من بره. انت عايز توصل اللي انت عايزه مش عايز توصل لل انت تعرف ان ده من هنا مش ابيض. لا اعتقد حاجه كتير حاجه كتير اسكت مش عارف. طيب قال لي انفاليد ايه؟ انفاليد ديت. هل كل ده كله كومبير؟ اقول لكم اخر حاجه بس في الكومبير لعل ما اكون ما نسيتش حاجه ثانيه. في حاجه عندي اسمها فاليو تو كومبير. مش انا كنت بعمل كومبير بكنترول وقارنه بكنترول ثاني؟ لا ممكن اقارنه بقيمه ثانيه. ممكن اقارنه بقيمه زي قيمه مثلا جيبها من الداتابيس قمت ترميها هنا مثلا او تاريخ معين يعني مثلا ايه قمت حاطط هنا مثلا 1975 قمت قال ان لازم الديب بتاعك يكون اكبر من كده لما تبقى جد وميت مرتين وجاي تضحك عليا وتقول لي انا جاي اشترك عندكم في الموقع. فهمت الفكره؟ فممكن اقارن بقيمه ثابته. خلاص لازم اقارن بايه بقيمه وقيمه ايه قيمه ثابته. دي الايه فاليو تو كومبير تتعامل زي كنترول تو كومبير بس دي يعني يقارن بكنترول يقارن بقيمه معينه. مفهومة كده؟ حدش برد يبقى مفهومة كده. طيب ده كان الايه دي كويس كلام جميل قوي. يبقى خدنا الكومبير وخدنا الريكواير الرينج. تعالى بالرينج
ايه الرينج؟ هو اجيب الرينج على طول ولا ايه؟ الرينج فاليديتور يبقى دايما رينج كلام مفهوم قوي صح؟ رينج ومقال له ايه؟ كنترول تو فاليديت تحقق من مين؟ قلت له من تي اكس تي بي ديت ماشي. في عندي المينيمم فاليو اقل قوه ممكن تخش ما حدش هيشترك في الموقع عندي يكون من مواليد 2000 وتطالع اقل 12 سنه مش هدخله عندي الموقع مش مثلا بقول له المينيمم فاليو 1 الماكسيمم بقى ماكسيمم فاليو 1 2000 لو مدخل تاريخ ميلاد مش 2012 احنا مش هقبل حد غير عنده 13 يا اخي مثلا انا عايز اديك مثال طبعا وضحت الفكره المينيمم فاليو 1900 كم 1 1975 اللي عنده كم سنه 75 كتير وشويه 41 سنه 41 بس ايه 41 اصل ده 41 بس لا ده انا صغير يا جدعان لسه بعيد شباب 15 لا 65 لا 15 انت بتهرج خلاص انا 65 يعني في دخل على الستينات كده اخر الناس اللي عندنا مثلا ناس بندور على المثال خلاص ندور على المثال خلاص طيب لا لو دخل يدخل في الحدود دي يا اما ما يدينيش تاريخ فهمت حاجه يعني ده اللي احنا بنعمله عادي انا بجرب الكنترولز يا جدعان انا بجرب الكنترولز خلاص لازم احدد النوع هل هو بيختبر سترينج ولا انتجر ولا دبل ولا ايه طبعا ممكن اقول له سترينج يبقى ده كده سترينج لا انا مش عايزه سترينج انا عايزه ايه بكارنت ديت خلاص كده حلو بس خلاص مستنيين ايه اجرب انت مش معايا موبايل تاني هم جاي له هنا البيرث ديت 1/1 سنه 2000 قابلني طب سنه 2001 قال لي لا بس طلع لي الايرور اللي هو رينج ايه رينج فاليديتور اللي هو مثلا ايه المفروض انا اطلع له رساله طبعا ليها معنى طبعا مش هسيبها كده كلمه رينج فاليديتور كبر بسرعه كده عارف انا طيب اقول له ايه هقول له بي ديت اقول بتوين 1 بتوين 2000 اند 1965 انا بقول له اضحك عليها ودخل ما بين دول ماشي مش مهم خلاص جربناها حلو قوي انت ايه قاعد مش معانا خالص انت ريجن اكسبريشن ريجن اكسبريشن ده المفروض نعمل له فيديو لوحده هيطول قوي قدام معانا هنخليه في الاخر خلينا في الفاليديشن سامري بس طيب الفاليديشن ايه سامري طبعا الخطا لو بيحصل بيطلع هنا ايه الاخطاء هنا صح ممكن ننزل حاجه اسمها فاليديشن سامري مثلا هنا مثلا خليها فوق احسن هم عامل كده معلم دوست في خليه وسحبت علمت على الثلاث خلايا اللي جنب بعض كليك يمين من موديفاي ميرج سيلز كنت جاي منزل ميرج سيلز خلاص دمجهم كلهم حاجه واحده وجينا عند فاليديشن سامري نزلنا هنا حاجه اسمها فاليديشن سامري بس ما تبرمجش اي حاجه ولا تيجي جنب اي حاجه ولا تيجي تغير في خواص حتى وتعال نشوف الوضع هيبقى ايه لما ننزل الفاليديشن سامري اهو دوست على ريجستر بقى المره دي اللي حصل طلع لي هنا ايه كل الايه ممكن نخليه تحت الزرار عشان ما يزقش الزرار كده خلاص طلع لي كل الاخطاء هنا كليست صح ولا ايه طلع كل الاخطاء هنا كليست وموجودين هنا برضو مش معتاد ان احنا نعمل كده احنا معتاد نعمل ايه معتاد اللي يطلع هنا نجمه كده بس هو بيبقى مفهومه يعني انا اقصد ان هي بتبقى مفهومه طالما طلع نجمه في هنا حاجه غلط فالريزر مش هيقرا الرساله اساسا وانا غلطان
مش بيبقى كده؟ هو طلع له نجمه ليه بقى كتب ايميل مع حاجه غلط ومصلحها وخلاص. فانا عايز يطلع له هنا نجمه وهنا يطلع له الايه؟ الرساله. كل الفكره لو جيت عند بليز انتر يوزر نيم في خاصيه مع كله موجوده اسمها التكست. لما يكون في فاليديشن سامري، يكون في فاليديشن سامري اللي في التكست اللي الخاصيه تكتب انا عملت نجمه مثلا، يبقى النجمه تطلع هنا والايرور مسج تطلع هنا. فهمت الفكره؟ ده لو في ايه؟ طب لا طب ماشي، يعني لو عملنا كده ودوس هنا على ريجستر طلع هنا ايه؟ نجمه والرساله بتاعتها ايه؟ اهي. طب افترضنا ما فيش اصلا كده، يعني دي مش موجوده، ودخلنا وانا كده حاطط للريكورد فيد فيرجن عامل له حاجتين، عامل له التكست وعامل له الايه؟ الايرور مسج، عامل له الاثنين التكست والايرور مسج. لو جيت دوس على ريجستر الايرور مسج ما بقاش ليها اي قيمه، الايرور مسج ما بقاش ليها اي ايه؟ ما بقاش ليها اي قيمه خالص. هو انا عامل ايه؟ اقوم عامل كنترول زي وارجعها تاني. يبقى انا هعمل ايه؟ هاجي على دول كلهم واخليهم ايه؟ في التكست خليهم ايه؟ طبعا النجمه ليها ميزه برضو ان ايه؟ ان خدت بالكم لما يكون الحته دي كبيره فتمزق الشاشه كده كتير لما يكون طالع خطأين ولا حاجه. فطبعا لما يكون نجمه ما بتزقش، لان هي نجمه بتبقى واخده حاجه بسيطه جدا يعني. خلاص؟ والرسالة تحت. عشان اتفادى الحته دي. ايه؟ اتفادى الحته ليه؟ حته الشاشه كامله. ما هو بتفداها اهو. حاجه ثانيه. ما دي حلوه. دي حاجه ثانيه. اه طبعا. لما احنا هنغير الكنترول دي بس صبرا بس. نعم. ماله اللون؟ احمر اهو. اخطاء دايما لونها احمر. خش على الفونت وهتلاقي، او مش في الفونت، هتلاقي في حاجه اسمها فور كلر. اختار لون انت عايزه، ده لون الكتابه. خلاص؟ خلاص رسمناهم اهو. الايرور مسج دي هنقلها مش عجباني هنا، فاجي عند الريجستر واعلم على الريجستر كده كليك يمين واقول له انسيرت روبي لو، واعلم على الثلاثه ادوس في اي واحده منهم مع السحب، اعلم على الثلاثه كليك يمين موديفاي ميرج سيلز ده مجهوم لي، واقوم جاي اديهم حيطه فين؟ تحت هنا. خلاص اسيب ارجع اعمل ريفريش. بس ريجستر ايه ده؟ انتوا مش شايفين حاجه على فكره. في حاجه عمل ايه؟ ده عمل مش كومبير، ده مش موجود كومبير، هيلاقي ان الكومبيرتين زي بعض. ما هو قرر دلوقتي ايه ده؟ الباص ده فاضي والباص ده فاضي، الاثنين بيساووا بعض. خلاص مش عنده مشكله. خلاص فهمنا الفكره بتاعت دي. طبعا في بالنسبه للخصائص اللي فيها ممكن نبص عليها بصايه، في هيدر تكست يطلع لك فوق هنا مثلا، اقول له ايه؟ كده دي ايه؟ رساله تطلع ثابته كتايتل يعني. طبعا سيبك من الالوانات والكلام ده، مش هحكي فيها دلوقتي، هنتكلم في حاجات المؤثره شويه. ممكن اقول له ايه؟ ايه السكين اي دي؟ مفيش غير بس حاجه اللي هي مثلا ايه؟ شو مسج بوكس، واقول له ترو. دي طبعا مش محبوبه خالص، ودي بقى المنظر بتاعها هيعمل ايه بقى؟ لو داس على ايرور هيقوم ضربك بمسج بوكس في وشك على طول. دوس ريجستر قام خبطك، قال لك الايرور مسج بليز انتر يوزر نيم اخي جدا يعني. ايه؟ اه دي ممكن تستخدمها في ايه بقى؟ لما يكون في اخطاء لا ما ينفعش، يعني مدخل كميه زي ده، مدخل مش عارف فلوس حاجات بقى، دي ممكن تستخدم في حاجات زي كده. طب ايه السكين اي دي؟ ايه الايه؟ سكين اي دي فين دي؟ تحت التحتيه بتاع الملايين. تحت التحتيه دي؟ ايوه. لا سكين اي دي فيها. فيها؟ سكين اه ده ممكن نعمل ايه؟ ملف سكينز دي زي الثيمز كده. احط مثلا شويه يعني ايه الوانات ويعني تنسيق وانادي هنا على 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 كود الملف اللي انا عملته، اللي عملت له سكينز. ملف ده بيجي بايه؟
CSS ولا في بقى طرق كتير فبلاش يعني دلوقتي بس يعني هنتشعب في حاجه ملهاش دعوه بالموضوع. انا بتكلم عن الفاليديشن خلاص، انا بتكلم عن الفاليديشن، خلينا في الفاليديشن بتاعتنا نكمل بقيه السيشن بتاعتنا على السريع. عايزين ايه تاني؟ ايه الفون اه الفون ريجنال اكسبريشن فون الجلبه اه صح كده. ماشي ثواني بقى عليا احنا كده هنطول. الفون هنزل له تكست بوكس وهو مش اجباري، لا الناس بقى تركز معايا، مش اجباري بس ايه تكستي فون مش اجباري، بس لو حط التليفون لازم المفروض يحطه مكتوب صح. مكتوب صح دي يبقى لسه هناخدها ريجول اكسبريشن عشان دي شكل التنسيق، شكل الكتابه صح. بعد الفون كان في حد قال حاجه عجبتني مش فاكر ايه، الجندرا. بص خد بالك من حاجه، دي كنا دمجينها دي باظت خلاص، يا اما تحذفها وكاريت واحد من جديد، يا اما تقوم قايل له كده كليك يمين وتقوم قايل له موديفاي، تقول له سبليت السيلز، قسم لي الخلايا دي، قسم لي لكام؟ قلت له قسم لي 3 خلايا، قمت قايل له اوكي فيظبطهم مع اللي فوق هو خلاص كده. طيب قوم جايب هنا مين؟ جندر. حاضر جندر، بس انا عايز الجندر هنا يطلع له ايه؟ 2 راديو باتن، يعني يدوس على دي يدوس على دي، اختيار واحد. غير دي بيعمل الراديو باتن بنختاره لما يكون اختيارات قليله، دايما دور داون لسه بيكون بقى اختيارات كتيره، ما ينفعش اعرضها في الشاشه تبقى هيصه الشاشه خلاص، مع ان هما الاثنين بيقوموا بنفس المهمه تماما يعني خلاص. قوم جاي هنا ومنزل ايه؟ راح فين؟ راديو باتن ليست. ريت ايتم اد تكست، هقول له ميل. واحنا كنا قلنا التكست ما قلناش ايه الفرق ما بين التكست وما بين الفاليو صح؟ هنا هقول له بقى الفاليو ام. ايه بقى الفرق؟ ميل دي الكلمه اللي هتظهر، الام دي اللي انا لما استدعي هو داس على ايه؟ يقول لي يا اما بقى ام يا اما مثلا اف. يبقى الام الام مثلا دي الفاليو اللي انا لما استدعي اقول له هو دخل ايه او يقول لي دخل ام، لكن كلمه ميل دي الكلمه اللي هتظهر للناس عادي. خلاص كده فهمنا الفرق ما بين التكست والفاليو خلاص. ومنزل كمان واحده في ميل، واللي هيبعت لي جوه الداتابيز ايه او اللي انا هستدعيه اف. لازم يكون واحده منهم هم الايه سيلكتد، يعني واحده مختاره، لازم يكون واحده منهم مختاره، الا لو عايز يغير يغير على حسب طبعا الموقع، موقع البروجرامر والحاجات دي طبعا بيبقى ايه الميل اكتر طبعا الحاجات دي خلاص. محدش يزعل بس هو دي الحقيقه يعني. وادوس ايه؟ وادوس اوكي. جميل طلعوا له هم، والميل لو عايز يدوس في ميل يدوس في ميل، بس انا مش عايزهم تحت بعض، عايزهم جنب بعض خلاص. فقوم رايح هنا على حاجه خاصيه اسمها اورينتيشن ولا اسمها ايه؟ لا اسمها ريبيت دايركشن. ريبيت دايركشن، ريبيت يعني تكرار ودايركشن اتجاه التكرار. فيرتيكال يعني تحت بعض كده، هوريزونتال يعني ايه جنب بعض. انا اقول له ايه هوريزونتال جنب ايه جنب بعض. طبعا ده موقع احنا قلنا فيه شروحات وكتب ومناقشات وكلام من ده. ممكن اساله سؤال غتيت كده واقول له انت بتحب ايه الحاجات المفضله عندك، الحاجات اللي بتحب تسمعها. هنا الفرق بقى ان هو يقدر يختار اكتر من حاجه، يعني مثلا بقول له بتحب جافا ولا بتحب السي شارب ولا بتحب الاي اس بي ولا بتحب الموبايل ابلكيشن اندرويد ولا بتحب كذا ولا كذا. ممكن يقول لك انا بحب الاندرويد وبحب الاي اس بي وبحب بابا وبحب ماما، ممكن يكون عنده حاجات كتير. فالمره دي هيختار مالتي سيلكت خلاص، مختار مالتي سيلكت. فدي فتفرق عندي وتفرق عن عندي خالص. قوم جايب كده، وممكن ما يختارش حاجه، ما بيحبش حاجه، بيكره كل حاجه في حياته. هو دخل كده هو لقى تسجيل في اله سجل خلاص. هو جاي هنا قال له ايه؟ فيفورتس، الحاجات اللي انت بتحبها، بحيث ان انا لما اجي افتح الصفحه بتاعته الرئيسيه اجيب له اخر حاجات في المواضيع اللي هو بيحبها، مش لازم اعرف واحد من المواضيع التانيه اللي هو ما بيحبهاش دي خلاص. هنا بقى اختار ايه بقى؟ تشيك ليست؟ لا تشيك بوكس ليست، مش تشيك بوكس معلش اسف، تشيك بوكس لا، تشيك بوكس واحد لا،
عايز تشيك بوكس ليست. واحد يقول لي طب ما انزل كذا تشيك بوكس، قال لك لا، بس في فرق لما يكون تشيك بوكس ليست يبقى مجموعه مع بعض، مجموعه مع بعض يسموا بمتغير واحد واعرف هو اختار ايه جواهم. لكن تشيك بوكس كل واحد يسمى باسم لوحده بقى، عيش بقى خلاص. فانا اختار تشيك بوكس ليست، قال اديت الايتم اد سي شارب اي اس بي دوت نت اندرويد جافا جي اس بي جو مزيكي وورد نوتباد نوتباد غلطش فيها يا حبيبي ايه؟ ايوه كده خليك صح. ده بيقعد يهزر وبيضيع الوقت. ها جي اس اف وي دي اف. ها حد يقول بي اتش بي هنا جاوب بكتير ايه؟ بس يا عم ما تخلوش يفتحوا ويسألوني يعني ايه بايثون يا عم؟ خلاص اهو اتفرج اهو اتفرج اهو سي بلاس بلاس زي ما كانت اقعد خمس دقايق خلاص قربت اخلص. لغه لغه كده كفايه بقى كفايه بقى كفايه كده. ممكن اتش تي ام ال 5 يبقى كده طالما بيحب دي يبقى كده سي اس مثلا سي اس اس اه جافا سكريبت دي لازم دي تيجي دي كده نقعد مش هنخلص كده. انا عملتهم الاثنين في حته واحده عشان اخلص خلاص محدش يقول لي حاجه ثانيه مثلا. اوكي اخي دي كارثة ثانية دي بقى مظبوطة ثانية خالص دلوقتي تحت بعض خالص ماشي. ريبيت دايركشن دول فيرتيكال اعملهم كده هوريزونتال طخ برضو خي برضو خلاص. تقول طب ماشي ارجع ثاني فيرتيكال ارجع ارجع كام كولومز مثلا تقول ثلاث اعمدة يعني تحت بعض اه بس يكونوا ثلاثة جنب بعض. عملت كده ثلاثة ودوست كده تمام كده ايه انا ما اعتقد شغال صح ولا حد يرد عليا يبقى شغال. تشيك بوكس ليست سي بي ال تشيك بوكس بوكس ليست خلاص. ايه فيفوريت معلش اي فاليديشن دي عايز يختار يختار مش عايز يختار ما يختارش. ده لسه ايه ده لسه كتير ده كده مش هتبقى ريجستر ده يتخنق بجد حق ما انتوا عايزين تتعلموا فيها كل حاجه ولسه في صوره تحقيق. يا عم لا مش معقول كده كبيره قوي يا جدعان ليه مش عايزينها؟ لا عايزينها. طب واليوزر نيم والسكيورتي كويتشن والانسر عشان لو ضاع الباسورد نرجعه له. وعايزين كمان عايزين كمان ايه؟ فويس فويس لو مش لا لا دي حاجه 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 عشان الدنيا ما تمطرش خلاص. انا كده هستودع مكتبات جاهزه وهرمي ومالوش لازمه. انت تقعد بقى تقعد تتعلم بقى افهم بقى الدنيا ماشيه ازاي ده ازاي كده يعني. عملت اثنين انسرت الاثنين رو وحياتكم عايز اخلص الشاشه دي رسم بس. سكيورتي ويتشن سكيورتي انسر اللي هو يحط سؤال سؤال الامان ويحط اجابه الايه اجابه السؤال ولو ولو نسي اليوزر نيم او الباسورد او حاجه ممكن نرجعه له اساله السؤال ويرد عليه الاجابه يعني. ممكن اخلي السؤال مفتوح يسال اي سؤال براحته او ممكن اخليه من دروب داون لسه يختار سؤال محدد يعني مش فارقه. احنا الاثنين معانا في ايدينا نحط دي او نحط دي مش فارقه خالص. هو قال سكيورتي كويتشن تكس بوكس وخلاص خلاص طالما اتعلمنا الدروب داون ليست فوق فوصلت لنا الفكره خلاص. تي اكس تي
question. طب الاجابه طبعا الكويتشن بيبقى دايما سؤال كبير ما هو يعني سؤال لفه شويه فده ممكن نعمله مالتي لاين نعمله ايه تكست مود بتاعه ايه مالتي لاين عشان يكتب فيه زي ما هو عايز اما الاجابه طبعا تبقى اجابه صغيره عشان يفتكر كتير يرد يعني ما عادش يحكي قصه حياته ما عارفش يرد خلاص عارف الناس دي في مواقف في الحكايه دي جامده جدا اوقف الفيديو واحكي لكم مواقف دلوقتي خلاص ايوه لا صوره اه الصوره فيريفيكيشن ايمج اسمها كابتشا ايمج لسه بقى يعني ايه كابتشا وكلمه كابتشا دي جت من ايه وبتتعمل ازاي دي لسه قصه ثانيه لكن احنا دلوقتي بس هنعمل فيريفيكيشن كود واجيب له هنا صوره ايمج واسمي الايمج دي اي ام جي درايف وسيبها كده خلاص هنبقى نحطه بعدين وانسيرت طبعا لازم احط له تكست بوكس يدخل فيه السوق الكلام اللي كتب في الصوره اه فلازم ايه يعني ده مش هيبقى ريجستر ده هتبقى خناق خلاص يعني ابو تشوف كده اللي بيقل فيريفيكيشن وده اكتب فيها ايه رايت الكود اكتب الكود ده وانزله هنا طبعا تكست بوكس اكتب فيه الكود طبعا ده اكيد ريكوايرد ها هتاخرنا كده يلا هيدخل نقطه الايه ليه ليه حطوا جميعها عطل في نفس الوقت تي اكس تي كود حطوا جميعها في نفس الـ طبعا نعم جميعها جنب الصورة بنعمل رايت كود امال ازاي يا ابني هيدخل الكود فين جميعها جنب الصورة حط التكست بوكس جنب الصورة في نفس الخلية مش مهم دي مش مهم كنترول تو فاليديت يتحقق من انه عنصر طبعا اقول له من الرايت من تي اكس تي كود txt كود هتحكم txt كود هقول له ايه انتر انتر فيريفيكيشن كود والنجمه صح وايه تاني وترمز اوف سيرفيس واخر حاجه تشيك بوكس تشيك بوكس هقول له فيه وبعدين كمان اي اجري وعايز اعمل هنا لينكه بتقول تيرمز اوف سيرفيس صح يعني القواعد والشروط المحطوطه في الموقع انا موافق عليها بس عايز تبقى لينكه يعني او خليها دلوقتي تيرمز اوف ايه الرزاله دي وبمسح ليه يعني موافق على القواعد والشروط الخاصه بالموقع ولا لا هيقول اي اجري بس خلاص خلاص بس تشيك بس هيقول انا موافق وخلاص المفروض طبعا يبقى فيه لينك هنا لو عايز يشوف الايه ف نعمله خلاص نعمله خلاص عارفين تاج اللينك ولا لا يعني انا قلت الناس بقى لازم يكون عندها خلفيه كده معلش تمل بسيطه يعني ايه وهايبر ريفرنس يعني الصفحه اللي هيفتحها هسيبها الوقت مؤقتا فاضيه وبعدين نقفل في الاخر فكده لو جينا بصينا على الكود هنلاقي ان في سلاش ايه هنا وفي هنا ايه هايبر ريفرنس هنا مكتوبه في الرابط اسم الصفحه اللي هيروح عليها كلمه تيرمز اوف سيرفيس دي هتبقى كلمه هايبر لينك يدوس عليها يفتح له الصفحه بس احنا ما حددناش صفحه يعني طلعت زي ما احنا شايفين كده بقت لينك خلاص هنشوف هنعملها ازاي وهنتعامل معاها ازاي لكن دلوقتي المنظر الاخير اللي احنا توصلنا اليه ريفريش عايزين بقى نعمل بقى ايه ده انت اللي حلو حد موقعه نسينا لغايه دلوقتي
نحط العنوان. نحط العنوان. العنوان يعني مش يعني ما اولات صفحتي دي. مش عارف. اقول له مثلا ايه؟ حاجة انا كنت سايب اول واحد على فكرة. شفت بقى؟ نيتي ايه؟ عنوانه. لا اقوم جاي هنا وقايل له ايه؟ كليك يمين واقول له موديفاي ميرج سيلز. اقوم جاي هنا وقايل له نزل له ليبل وقايل له اي رسالة اقول له ساين اب فور يور فري اكاونت ونختار طبعا خط شربطيشن خط عنوان يعني خش على الفونت نيم اختار خط من الخطوط طبعا عندي خطوط كتير انا اختار خط يكون موجود طبعا يا ريت تفضل تختار خط يكون موجود على كل الاجهزه خط عام ما تختاريش خط بقى امباكت ومكبر السايز اكس اكس لارج مثلا خلاص وبكده نكون ايه جاهزين بقى ان احنا عايزين نعمل بقى ان في حاجات كتير جدا لسه عايزه تجهز لسه بس على ما تجهز الشاشه اللي عندنا ده لو حطيت عليه ريكوايرد ما هو لازم يقول اوكي لازم يقول اي اجري صح احنا الريكوايرد ما بيشتغلش عليه كارثه عايزين نحل المشكله دي خلاص وعايزين نتحقق ان التليفون مكتوب صح وعايزين نتحقق ان الايميل مكتوب صح فده هنضطر نكتب له حاجه اسمها كاستم فاليديتور وده هنضطر نكتب له حاجه اسمها ايه ها ريجر اكسبريشن يبقى خدنا الاثنين اللي ناقصين لنا في الايه في يوم بعد كده نتعلم بقى ازاي نعمل فيريفيكيشن ايمج والفيريفيكيشن كود اللي هي كابتشا ايمج كتير بقى على ما نوصل ان احنا ناخد البيانات دي ونحطها على داتابيز بعيد لسه خلاص